وحول هذا الموضوع ينضم إلي علي الصالح، مركز العمل المجتمعي في مركز مساواة. أهلا بك علي. يعني ما شهدناه في التقرير فعلا يعني نشعر بالأمل عندما نرى هذه الطاقات الشبابية. يعني ما أهمية هذا العمل الشبابي اليومي في المجتمع المدني خاصة؟ يعني بما أنه هيك في التقرير تم ذكر الهبة الجماهيرية الأخيرة ودور الشباب فيها، يعني ارتقينا في مركز مساواة يعني نكمل الدور اللي بنكون فيه كمان مع جيل الشاب، ونحاول نوصل لهم قديش في أهمية لوعيهم المجتمعي الثقافي السياسي، كمان عشان يحافظوا على يعني هويتهم القومية العربية الفلسطينية، وكمان عشان يحققوا مطالبهم من المدنية بشكل عام في هذه البلاد. علي، شو أهم شيء لمسته بعلاقتك أو بالورش هاي الشبابية؟ شو أكثر شيء حسيته بالشباب من ناحية احتياجات أو من ناحية كمان متطلبات ومن ناحية آراء؟ يعني بصراحة في من اليوم الأول، من اللحظة الأولى، من لما تعرفت عليهم بشكل شخصي، هيك حسيت إنه في جيل اللي هو يعني عنده إصرار وعنده عزيمة وعنده هيك تفاؤل وأمل وطاقات، ملانين طاقات في إنه كمان يكونوا مؤثرين وأصحاب بصمة واضحة في الحيز العام في مجتمعهم في بلدهم. يعني هذا كمان هيك ساعدنا بانه كمان احنا يعني نفوت بتحدي اكثر خلال الايام، كمان عشان نطور كل المضامين اللي نقدم لهم اياها من خلال يعني عشان نصل للمستوى اللي عن جد هن بحاجه له. علي، فاجئوكم يعني كثيرة. كان في مفاجاه معينه، عفوا على التقطيع، بس كان في مفاجاه معينه خلال هذا العمل؟ المفاجأة هي يعني احنا حاولنا كمان جزء من يعني اهدافنا كانت بناء شبكة تواصل ما بين جيل الشاب، لانه بنحكي على عشرات، يعني نحكي على 45 مشارك من 16 بلد عربية ومدينة مختلطة، يعني من اقصى الشمال حتى النقب العراقيب، كمان كان عندنا مشاركين زي ما شفتوا بالتقرير. فالتواصل بيناتهم بخلال الخمس ايام كان مفاجئ لدرجة انهم يعني عم نشتغل على استمرارية كمان في تواصلهم، ونحافظ على هذا التواصل ونعززه ونطوره. يعني عم نحكي على 16 بلدة ومدينة عربية من النقب، من حتى الشمال، يعني عم نحكي على مشاركة جدا واسعة. شو أهمية هاي المشاركة الواسعة؟ شو أهمية هذا الالتفاف وأهمية هذا التواصل؟ يعني بداية تعزيز انتمائنا يعني لمجتمعنا بشكل كامل، مش بس لمنطقتنا أو لبلدنا أو لمكاننا القريب، لمحيطنا القريب، وكمان عشان نحاول نوصل إنه هاي الهوية وهذا الجيل وكل ما يربطه بعلاقة بحاجة إنه يتطور ويصل لمحل إنه نبادر ونبلور مشاريع جماهيرية تعود بالفائدة على كل مجتمعنا. صحيح. طيب كيف ممكن ترجمة هذا العمل الشبابي المهم للمجتمع؟ يعني إحنا بنعطي الشباب، بنعمل ورش حقوقية، ورش اجتماعية، ورش سياسية. كيف ممكن هذا الأمور كيف هاي الورش ممكن تتطور، وكيف ممكن نطور هدول الشباب ليكونوا كمان هن ناشطين وهن يقوموا كمان بورش وينشروا هاي المعرفة؟ يعني في اليوم الأخير، اليوم الخامس اللي كان امبارح، كان تتويج لكل النشاط والورشات اللي قاموا فيها في الخمس أيام، وكان عرض لمبادرات ومشاريع اللي بلوروها مع بعض كمجموعات، كمان بيّن بالتقرير وهن يعرضوا هاي المشاريع عشان يحافظوا على هاي الاستمرارية. وإحنا كمركز مساواة دورنا بأنه بعد هاي الورشات نكون بالتواصل أو نحافظ على التواصل معهم، أو نحاول نوجههم ونساعد بأنه تنفذ هاي المشاريع الجماهيرية والبرامج اللي كمان هم اقترحوها كمان في بلداتهم وكمان على مستوى قطري في البلدات العربية. رح يكون في كمان سلسلة، يعني هاي هو اختتام السلسلة، رح يكون في كمان سلسلة أو كمان مشروع أو كمان فعالية قريباً؟
طبعا يعني احنا بنحكي على كمان برامج كمان ورشات مشابهه لاشخاص جدد، لانه ما سمحت لنا الفرصه انه نستقبل كل اللي سجلوا. وبالاضافه لذلك كمان الاشخاص اللي كانوا موجودين، يعني احنا بنشتغل على انه نحافظ على التواصل على الاقل بشكل شهري، عشان كمان نبلور مع بعض ونطور مع بعض المشاريع ونحافظ على اللقاءات والتواصل الشباب فيما بيننا. على ما يبدو الشباب هم الأمل. شكرا لك علي صالح، مركز العمل المجتمعي شكرا. في مركز مساواة. شكرا لك.